يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ هل يصح أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ هم أهل الحق، ما يقال أقرب، يقال هم أهل الحق، هم الذين على الحق. أقرب هذا اللي عنده ضلال ولا شيء من الضلال يقال أقرب، أما أهل السنة ما عندهم ولله الحمد ضلال، فهم أهل الحق. نعم.